مش عايز يفتح بقه. بقول لك ايه مرتدلة، معلش انا اسفه قوي هتقل عليك، بليز ساعدني ان احنا نخلص من ام العيد ميلاد ده، انا عندي ميعاد ومش عايزه اتاخر. ما تقلقيش انا هتصرف. بقول لك يا حاجه تعالى معايا. ايوه تمام سندني بس. تعالى تحت امرك. تعالى سندني بس. الله يخليك. سندني الله يخليك. متشكرين قوي يا ابني. تعالى تعالى. شكرا يا مرتدلة. اقسم بالله مصاص دماء. بص قدامك حبيبي. يلا الله عليك يا حاج، يا منورنا يا مشرفنا يا رافع راسنا في الفضائيات يا كينج الفضائيات. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي يا حاج؟ لاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طمني يا علوه، ظهرت في التلفزيون الوقت قد ايه؟ كام ثانيه؟ احنا بالصلاه على النبي كده عملنا بالظبط 3 ثواني. حلو حلو قوي رضا. انا بقى سجلتهم وركنتهم جنب اخواته. هلا هلا، انت هتطلع مدير تصوير باذن الله. حرما الله على الدعوه الجميله دي. جمعا ان شاء الله كلنا كده على الفضائيه السعوديه. قادر يا كريم. لا حلواني، انا ماليش في شغل الفضائيات ده. فرجنا بقى. هلا فرجنا. فرحني. ثانيه ثانيه. ايوه وحبيبنا. ايوه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انا فين؟ هلا استنى، هو جاي اهو جاي. ايوه اهو. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اما بعد. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ده شغل الواد شلتوت مخرج القناه 9. مستقصدني من ايام ما كنت بصلي في القائد ابراهيم بتاع اسكندريه. خلاص يا حلواني، دي لا اول جمعه ولا اخر جمعه. البركه في لهفه بقى. الاوردر اللي هتروح النهارده هينقلها نقله كبيره قوي. انا امها ملناش حظ في الدنيا. شايف؟ شايف البرواز اللي فوق ده؟ لا والله، اصل عندي خشانه في رقبتي. أنا سايب نص فاضي عشان هي تملاه بصورها بقى. نفسي حد فينا في العيلة يظهر كده في التلفزيون أو في السينما، بس يبقى قدام قوي، باين مش ورا. إن شاء الله هتشوفها نجمة كبيرة قوي وفي أول الكادر. بس سيبني بقى أنزل أروح شغلي. وبعدين لعلمك بقى، النهاردة انتظر معجزة فنية كبيرة من بيتكو ده. هيتش حبيب هيت، ركز بقى مع السحر. يلا يلا يلا. دلوقتي أطفالنا الأحباء، جه ميعادنا مع الفقرة البلهاء. مين بيحب الساحر؟ أنا. لا بصوت عالي، مين بيحب الساحر؟ أنا. وأنا كمان بحبكم. هنعمل حركة بسيطة كده دلوقتي. ده إيه؟ منديل. منديل لونه إيه؟ أحمر. أحمر. لونه إيه؟ أحمر. رد. لونه رد. لونه إيه؟ رد. بصوا كويس في المنديل. هوبا. الله 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 عليك. هو ده عيد ميلاد مين يا جماعة؟ عيد ميلادك اسمك شوقي. ايه؟ شوقي. قولوا كل سنة وانت طيب يا شوقي. كل سنة وانت طيب يا شوقي. وعقبال 100 سنة يا شوقي. عقبال 100 سنة يا شوقي. تسقيفة لشوقي كلنا يا جماعة. شكرا شكرا شكرا. دلوقتي مع فقرة الكوتشينة. تحبوا الكوتشينة؟ اه. مش بتلعبوا كوتشينة؟ اه. مش بتلعبوا على فلوس؟ اه. اه. تلعبوا على فلوس عادي يعني؟ خلاص. لا لا ماشي اوكي. بصوا ركزوا كويس. تعالى يا شوقي اختار كارت. اخترت ده. ممكن اشوف الكارت؟ 4 هارد. وريني وريني يا مرتدلة. بصوا كويس في الكارت. بصوا كويس في الكارت اهو. خليه هنا على جنب. ماشي. بص الكارت اللي انت اخترته. ثانية. اهو. سقفوا يا جماعه. برافو 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 برافو. الجميل الشطور. شكرا. اقعد يا شوقي اقعد يا شوقي. نعمل حاجه تانية. اخفلكوا حد؟ ماشي. اخفلكوا حد؟ ماشي. مين عايزين تخفوه؟ أنا. عايزه تختفي؟ تعالي يلا تروح هناك. شي راحت فين؟ اختفت. برافو عليك. الله الله الله. اهي رجعت تاني. سقفوا سقفوا. الله الله. واو عليك بجد. حاجه بسيطه. مبسوط يا شوقي ولا لا؟ شكله مش مبسوط شوقي. يعني نعمل لك ايه طب يا شوقي؟ مبسوط 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 يعني. صح؟ طب تعال تعال انا ابسطك يا شوقي. تعال ركزوا مع شوقي. بصوا الترتور دلوقتي جواه ايه؟ ميه. بصوا ركزوا كويس ركزوا كويس. بصوا بص يا شوقي البس الترتور يا شوقي. بغاله
ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. ايه ده؟ ايه يا شوقي مالك؟ مفيش قال حران حران. ف ده عرق على فكره. ما عرق يا فندم حضرتك دي فقره الساحر وهو يعني كان بيعمل هو حران حقيقي. ساحر ايه وفقره ايه؟ اذا كنت عملت كده في قريب انا ابن اختي لو واحد غريب هتعمله فيه ايه؟ انت هتسوقي سمعه المكان. لا والله هتسوقي. لا يا فندم والله صدقني هو اللي هو حقيقي كان حران حقيقي. ايوه حران. وده مين ده؟ ايه ده ساحر حضرتك ساحر. مين ده؟ ده ابن خالتي اسمه مرتضى. ابن خالتك؟ اه. وايه اللي جاب ابن خالتك في عيد ميلاد ابن اختي؟ ما هو حضرتك السحر اللي انتوا جبتوه عيان وتعبان جدا. شوف حضرتك مرمي ازاي هناك. وانا مال انا؟ انا مال انا؟ انتوا بوظتوا لي الدنيا، انتوا بوظتوا عيد الميلاد. لا يا فندم والله انا انت مش انا قلت انقذ الموقف والله يعني. انت مرفوضه بره بره يا معاها بره. معلش يا حضرتك فعلا رفدتني. ايوه. طب ثانيه واحده بقى تعالى بقى. ايه ده ايه ده شوي انت بتعمل ايه؟ معلش ما نتدخلش ما نتدخلش. ده ابن اختي. معلش ما انا برضو ابن خالتها يعني. شفتني اتدخلت نسيبهم. نسيبهم نشوف مين الاقوى. مشهورة بجنون نجمة تخطفها العيون في السينمات ليا فيلم جديد واسمي بالبنت العريض نجمة يجري وراها كل المنتجين أجرها عالي وكل يومين يزيد زي نجلاء فتحي أو ميرفت أمين وأبقى أشهر واحدة في الجيل الجديد إعلانات مسلسلات أفلام تحقق في إيرادات لمعجبيني واقفة بمضي وتجرفات لهفة جت لهفة راحت لهفة فستانها فظيع لهفة أخبرها على لسان الجميع نفسي أكون مشهورة بجنون نجمة تخطفها العيون لهفة يلا لهفة النجومية ما بتستناش حد المخرج جوه وبيوزع الأدوار يلا مش هستناكي استنى يا خيلو أنا شفت دلوقتي حلم فظيع رؤية خطيرة أنا متأكدة إن البلاتو ده هيبقى أول سلمة في سلالم المجد طب ما تقوليش بقى خلي الحلم يتفسر جوه ماشي يلا يا خيلو يلا يا ماما وقفي لي هنا صف يلا عشان المخرج يختار ما بينكم يلا يا حبيبتي هنا جنبها ايوه برافو برافو يا حبيبتي يلا اتفضل يا ريس هم دول الجثث هم الريس دول اللي هتقتلوا طلقه في رقبتها يلا ميك اب جاز وسخ ها يلا ميك اب قطري فورمها رايح جاي يلا, يلا. ميك اب بسم الله ما شاء الله ايه القمر ده شكرا متشكر يا استاذ الخدام الخدام انا ممكن اعمل اي كاركتر لحضرتك اي كاركتر عايز بقى دي تاخد سهم في رقبتها ها خنجر خنجر ها وده رقبتها دي تدلدل كده ماشي. عايزه تنزل كده تلقفها كده ماشي. ها طب ما هو كده يا استاذ مش هيكون عندي حوار يعني اخرجي انت بقى وبلاش انا ها خليها داخل تروح لا تروح لا 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 اروح لا بلاش اروح ايه يا عمره اروحها يا ريس لا خلاص خليها اروحها خليها خلاص 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 يا حماه خلاص خليك ها شكرا متشكره قوي الحلو اسمه ايه؟ الحقيقي ولا اللي على الفيس؟ اللي يجيبك سكة سهر الليالي سافل سافل نسهر ولا يهمك ها؟ وماله؟ اسبيني على الأوضة ازيك يا عمران؟ ازيك يا أستاذ؟ عامل ايه؟ ايه الأخبار؟ الحمد لله مش عايز سهم انت حاجة ترشق فيك؟ لا السهم بيجيب لي حساسية عمران؟ حاضر بقولك يا ريس على فكرة ده خيلو ايه؟ أنا بنت أخته يا خيرو ده هيديني سكينه في رقبتي يعني ما فيش حوار اقوله ولا اي تمثيل ما لما تاخدي سكينه في رقبتك كل النجوم الكبار بداوا كده اللي خدت سكينه واللي خدت بشله واللي خدت سافوريا واعرف نجمه كبيره قوي اترش عليها ميه نار في اول حياتها ماشي خيرو انا هعمل اي حاجه اي حاجه عشان اوصل
بقول لك ايه خيلو؟ مش حضرتك تعرف مؤلف العمل ده؟ اللي اعرفه ده حبيبي. طب ما تكلمه كده في الخباثة وقول له يزود لي جملتين، يعني مثلا وهو بيقتلني اقول له ارحمني يا سافل، ارحمني يا مجرم، ما تقتلنيش، حرام عليك، حاجه كده يعني. يا تصدق اتأثرت قوي من الكلام اللي انت قلتيه. طب ما تزودي كلامك على طول. من نفسي كده اجود؟ على طول. انت دلوقتي تروحي اوضتك تجهزي وتفكري في الكلام اللي هتقوليه. ماشي ماشي. احنا هنفضل نرغي عم عمران ولا ايه؟ يلا يا استاذ. معلش انا متاسفه. يلا يا استاذ. باي باي يا خيرو، ما تقتلنيش. ايه يا عم عمران؟ ماشي يا استاذ. يا رب يا رب يا لافه والنبي استرها عليا. هقتلك زي ما قتلت الخدامة. وتقتلني ليه؟ تحب أقوم أرقص لك شوية فرفشك حتى؟ حرام عليك، حرام عليك يا قاتل يا مجرم. استوب. إيه يا بنتي ده؟ أنت مش واخدة خنجر في رقبتك؟ دي حلاوة روح يعني بتفرفري. معلش يا أستاذ كان بيطلع مني مكنون الشخصية. مكنون؟ أنت هتطلعي مكنون أم أنا. يلا تاني. سوري سوري هموت وأنا ساكتة خلاص. أكشن. هقتلك هقتلك زي ما قتلت الخدامة. لا والنبي ما تموتنيش خلاص. بلاش رقص بلاش رقص. تحب تتحرش أحسن. استوب. لا ده انت قصده بقى. اللي بتعمليه ده ايه اللي بتعمل؟ بتعتصف في الشط. ليش اللطشة برد يا أستاذة؟ سلامتك يا يا حماي. ايه يا ريس؟ انا غلطان يا ابني ما سمعتش كلامي. قلت لك اروح. روحها فعلا. اروح. يلا بنت روح. يلا يا ماما. بقول لك ايه، تروح زي ما هي كده بالخنجر تروحي كده. السكينة في رقبتك يا أستاذة. انا اسفه حضرتك اديني فرصه. اتكلي على الله. يلا يا ماما. يلا يا ماما. حضرتك الخسران. يلا يا بنت موتي بقى واخلصي. معادنا زي ما هو. يلا. يرضيك كده يا خلو يمشيني في الشارع بمريالة سبونج بوب ومنديل بقويا؟ يعني هي جات على سبونج بوب؟ وبعدين انا برضو مستغرب من رد فعله، اول مرة اشوفه بالعصبية دي. بس انا زعلانة منك يا خلو، انت ما دفعتش عني خالص. ليه بس يا حبيبي خلو؟ اعمل ايه؟ انا كنت خايف. وبعدين انت مش شايفة العصبية اللي كان فيها؟ بصراحة عصبية اوفر. هو انا عملت ايه يعني؟ ده انا عطست. ما كل بني ادمين اللي في الدنيا بتعطس. في ايه يا جماعه؟ فنانه واخده سكينه في رقبتي الدور عايز كده. اول مره تشوف واحده واخده سكينه في رقبتها؟ ايه جايين من القطاميه هايتس؟ بقول لك ايه يا خيرو، انت حاسسها مظبوطه ولا معوجه شويه؟ اصل الراجل بتاع السبيشال افكت بتاعتهم انا حاسه انه مش شاطر. الله اكبر، دي هتاكل من رقبتك حته. مش عارفه بص. ميرسي. ايه ده؟ ايه؟ احنا بنخلص يا جدعان، بنخلص. انت مين قتلك؟ دي مش حقيقية يا ايمن، دي في الشغل ركبوها لي والراجل الزفت الله يخرب بيته. بإذن الله هخلعها بإذن الله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا اللي مستغرب ان مفيش نقطة دم نازلة من رقبتك. انت عروسة لعبة ولا ايه؟ ما انا بقول لك مش حقيقية بقى. مش حقيقية ايه بس؟ مش حقيقية. انهي جزرة شقها لك كده؟ المفروض يقول حلال الله اكبر ويشقطها كلها. ايمن انا بجد مش قادرة احور لاني خلاص اتخنقت. طبعا لازم تتخنقي. سكينة داخلة رشقة في الزور، داخلة كده مقطعة أكيد الأحبال الصوتية وأكيد المضيق بتاع التنفس أكيد بايظ. في إيه يا جماعة؟ مالكم تنحين لي كده كأن أنا شخصياً فيها بروبلم يعني؟ بص يا لهفة، أنت قدامك دلوقتي حلين مفيش غيرهم، يا إما نقطع رقبتك خالص ونريحك من الدنيا بدل ما تعيشي مغزوزة كده، يا إما نعمل بقى الحل التاني ندلق على وشك مية نار فتبقي محروقة. فتبقي مشوهة واخدة خنجر في رقبتك فتبقي ايه؟ تمام. انا شايف انت ما تعمليش اي حاجة وتخليكي زي ما انت كده، شكلك مختلف، بس تتصوري وتنزلي صور على الفيسبوك وتكتبي لايك السكينة في الحلاوة. بابا بليز شيل جوز المتخلفين دول من هنا. انا شايف انكم تتنيلوا وتسكتوا. يا حبيبتي مين اللي عمل فيك العملة المنيلة دي؟ بتاع السبيشال افكتس. ايه؟ ماكير العمل. ماكير؟ خلاص يبقى ما يصلحش شغل الماكير غير الكوافير. انا هكلم لك الكوافير اللي على راسي الحاره يجي يشوف لك حل في اللي انت فيه ده. ماشي يا خالتو اعملي اي حاجه المهم اخلص. مساء الخير. مساء النور يا دكتور. مساء النور. خش يا اخويا. من فضلك ركز لان قاعد يركب فيها 3 ساعات. اوكي اوكي حاضر. حب يا رب. كده بقى تقدري تمارسي حياتك عادي خالص، اوكي؟ الله الله الله. ثانك يو. الله.